انا جيت يا جماعه، عاملين ايه؟ السلام عليكم. دلوقتي يا جماعه هنتكلم عن بقيه النظريات دي بقى عشان نخلص بقى، احنا عايزين نخلص النظريه دي تعبتني قوي. اول حاجه اينشتاين جمع العلماء تاني قال لهم تعالوا عايز اقول لكم حاجه، خدوا بقى الجديده دي. عارفين الفضاء؟ قالوا له اه عارفينه. الهو اللي فوق ده؟ قالوا اه عارفينه. تعرفوا بقى انا هقول لكم على حاجه جديده ايه ومش هتصدقوني. قالوا له ايه؟ قول قول هنصدقك. قال له الفضاء ده بقى طلع منحني. اه منحني؟ منحني ازاي؟ ده فضاء يا باشا، منحني ازاي؟ والنبي قول لي مش يعني ازاي منحني؟ منحني يا ابني اسمع الكلام، والله العظيم عارف بس ده فضاء، ده يعني ده هو منحني ازاي؟ اقول لك مش مصدقني، تعال احنا هنجيب دكتور سيده هذا الحفل طبعا دكتور زينب، نجيبها وندي لها ميكروسكوب ونيجي ساعه كشوف الشمس ونقول لها دكتور هنتفضل بس عايزين حضرتك تبص على الاشعه ده، اهي كشوف الشمس اهو مغبي الضوء مش هيلغوش على عينينا، وتبص على الاشعه ده اهي شوف ايه اللي هيحصل لها. فبتبص على اشعه الضوء لقيت الاشعه بتنحرف بزاويه 1.7، ايه اشعه الضوء وبتنحرف. الفيزياء بتقول اشعه الضوء في خط مستقيم يا باشا، ما هي بتنحرف عشان اصلا الفضاء منحني، فبتنحرف مع هذا الانحناء وتحلت هذه البتاع. واينشتاين عيله تاني كل ما يقول حاجه يشتموه في الاخر يقولوا له يا سلام عليك يا باشا، كل مره كده. النقطه الثانيه بقى، الوقت العربيه دي دكتور عبد الحميد راكبها وهو ماشي بسرعه، فجاه لقى بص ميكروباص قدامه دب فرم. ايه اللي حصل وهو بيفرمل؟ العاده طبعا جسمه اما انطرد لقدام اتنطر لقدام ليه؟ طبعا كلنا عارفين قصور ذاتي خدناها في الفيزياء صغيرين. يعني ايه بقى؟ يعني دي ماشيه بسرعه قوي، لما وقفت السرعه فجاه جسمه ما قدرش يستحمل التغير ده يا عيني، فجسمه قام طالع لقدام ما قدرش يستحمل. كذلك الجسيم، الجسيم ده اهو الجسيم اللي انا قعدت اقول فيه لو انا زودته لسرعه الضوء هيساوي صفر. اينشتاين قال لهم تعالوا يا اولاد الذين تعالوا، لو ده زودته لسرعه الضوء، بس ده مستحيل علميا نظريا انما علميا لا، علميا مستحيل ده يوصل لسرعه الضوء. قال لك ليه مستحيل اذا كان نظريا بالمعادلات يوصل؟ قال لك لان ده لما بتزود سرعته بتزداد كتلته النسبيه، فبيوصل لمرحله قبل سرعه الضوء على طول يحصل له كسور ذاتي، يقول لك مش قادر اكمل انا كتلتي كبرت قوي، يقوم واقف فما يقدرش هطلع فما يقدرش يعدي الخط اللي هي الكتله اللي وصل لها فيقف، فما يقدرش يوصل لسرعه الزمن، فما يقدرش يبقى في صفر زمن، فما نقدرش نتنقل لما بعد الزمن زي ما الناس بتقول، عشان كده ده مستحيل علميا. قال لك طب الحل ايه؟ نجيب كتله، نجيب جسم كتلته صفر. دور بقى يا باشا، هم لقوا حاجه اسمها نيوترينوس وقعدوا يعملوا عليها تجارب وكده وكتلتها صفر وكده، ولسه بيعملوا تجارب. بس قال لك ايه؟ كتلته ليه كتله مش هيوصل لسرعه الضوء، يعني ما انتش مسافر عبر الزمن، يعني ما انتش مسافر عبر الزمن يا باشا. بس بقول لك إيه؟ النقطه الثانيه، لو عايز افتت ذره، لو فتت ذره اعمل ايه؟ لما جه فتت اليورانيوم، لما جه فتت اليورانيوم قال لك الطاقه اللي طلعت كبيره جدا كبيره قوي. قال لك ازاي؟ لانها حصل ضرب الكتله بتاعه اليورانيوم في سرعه الضوء اس 2. عارفين يعني ايه سرعه الضوء اس 2؟ يعني 9 قدامها 16 صفر. كل دي طاقه يا ابن اللذينه، يعني دمرت هيروشيما وناجازاكي وعلى السلامه، وكده خلصت النظريه والحمد لله.